السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم وصفة كريمة الليمون. لازم تحفظوا هكا باللي 50 غرام تاع زبدة، لازم لها 50 غرام سكر، 50 مليلتر عصير ليمون وحبة بيض. هذه الوصفة سهلة وربع مكونات 10 دقائق وتكون عندك أحلى كريمة ليمون. أنا دايما نحي الزاس للليمون تاعي ونخبيه لوصفات واحدة أخرين. قسمي الليمون تاعك، اعصريه وماذا بيك تصفيه. من بعد نوزنو شحال عندنا العصير تاعنا وعلى حسابه نديرو الوصفة. أنا كي وزنتو صبتو بلي 200 مليلتر، يعني لازم لي 200 غرام سكر، 200 غرام زبدة وربع بيضات، لأنه كل 50 غرام حبة بيض. كيما قلت لكم صفوا الجو تاعكم، من بعد زيدوا له السكر وخلطوا مليح. كي تخلط مليح زيدوا البيض حبة حبة وخلطوا. ذوبوا الزبدة تاعكم فوق النار، من بعد زيدوا لها هذاك الخليط وخلطوا بالعقيلة حتى تثقل. غير تشوفوها ثقالت طفيوا عليها النار. وهنا نوريت لكم بالمغرفة تاع العود، كي تجوزوا عليها صباحكم تبقى لا مارك ما تروحش. من بعد انا نحب نصفيها باش نحي البيض اللي ما طاش، واذا ما عندكش معليش تقدري تخليها هكاك. كبريها بالفيلم أليمونتيغ
وخليها تبرد به ما ديرش قشرة. ولا تقدري ديريها قبالة في البلارة وتخبيها، وهكا في 10 دقائق هاي عندك أحلى وصفة ليمون. كي تبرد تزيد تتقال أكثر، وبالصحة والراحة. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والجيم والبارتاج. وبصحتكم.